وأضاف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي أن المملكة من خلال حرصها على إرساء مبدأ التناوب الجغرافي شددت على ضرورة ضمان مسلسل انتخابي شفاف بشأن المناصب السامية في المنظمة. هناك خروقات عديدة تتواصل في إطار العمل الإفريقي المشترك، لذا أكدنا دائما على أن عملية الإصلاح يجب أن تتواصل بشكل جدي فعال وتقييم متواصل مرحلي لهذه العملية حتى نتأكد بأن المؤسسة سترقى إلى مستوى التطلعات الجميع. من ضمن هذه الخروقات كانت هناك خروقات متعلقة باختيار المرشح لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار. فيما يخص هذا الانتخاب، شدد المغرب على ضرورة ضمان مسلسل انتخابي شفاف قائم على مبادئ التناوب الجغرافي والاحترام الكامل للولاية التي يطلع بها فريق الشخصيات الإفريقية البارزة والمنبثقة هذا الفريق عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الذي خول له انتقاء المرشحين أو الانتقاء القبلي المرشحين قبل طبعا انتخابهم من طرف المجلس التنفيذي. حرص المغرب خلال هذه العملية على التذكير بأهمية مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة في اختيار المرشحين للمناصب السامية في الاتحاد. كما سلط المغرب الضوء على مجمل الخروقات التي شابت عملية انتقاء أحد المرشحين الذي حصل بشق الأنفس على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة للظفر بهذا المنصب، حيث أن عدد الدول الممتنعة عن التصويت كان رسالة واضحة وقوية التقطها الجميع بشكل واضح على حد سواء. مفادها أن مثل هذه التجاوزات لا مكان لها داخل منظمة الاتحاد الأفريقي، هذه المنظمة التي تصبو إلى الإصلاح والرقي.